مهتم بالدراسات الإسرائيلية وتريد أن تلتحق بوظيفة جديدة؟ الآن الجامعة الإسلامية تفتتح تخصصاً جديداً، بكالوريوس التاريخ فرع دراسات إسرائيلية، معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يهدف التخصص إلى إعداد خريجين قادرين على فهم الواقع الراهن بأبعاده التاريخية، إعداد البحوث العلمية التي تسهم في الارتقاء بالوعي لدى الأجيال، تخريج الكفاءات العلمية المتخصصة في مجال الدراسات الإسرائيلية. يمكنك التخصص من امتلاك مهارات متعددة، مهارات عالية في دراسة الجوانب المختلفة في المجتمع الإسرائيلي، مهارات في البحث العلمي والتحليل النقدي، العمل في وسائل الإعلام كمحللين وخبراء في الشأن الإسرائيلي. ماذا تنتظر؟ انضم إلينا الآن. الجامعة الإسلامية، العراقة والتميز.